في محافظة الأقصر نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة دورة تدريبية مجانية لتعليم حرفة وفن الريزن، وذلك تفعيلا لمبادرة انطلاقة التي تهدف إلى تمكين الشباب والدفع بهم لسوق العمل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حضرت دورة عدد كبير من الفتيات والسيدات من أصحاب وصاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهيات الصغر. إيمان حسن ومحمد الباروكي من الأقصر. وفقا لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم والصحة وتوفير فرص العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ورفع الوعي الثقافي لديها. سحر السيد من مركز إسنا قرية أسفل المطعنة. أنا مش أول مرة أحضر في تدريب أو مؤتمر مع وحدة السكان. النهارده خدنا تدريب الريزون، بصراحة استفدنا مني جامد جدا ان الواحدة تعرف تعمل لها مشروع مع نفسها. يعني انا عن نفسي كنت مدخرة مبلغ على جنب، فاول ما خدت التدريب النهارده واستفدت وعرفت الميزانية بتاعته، ففكرت ان انا اجيب الخامات والمعدات وكل حاجة، وهبتدي على اول الاسبوع اللي جاي ان شاء الله اعمل تدريب ان انا استفاد منه. احنا كبنات يعني بالبنات بتكون عايزة تجهز نفسها كده ما تعملش عبء على أهلها، فأنا فكرت المشروع نفسه أجهز منه نفسي. عندنا النهاردة دورتين بيتم في أن واحد. الدورة الأولى هي دورة الحرف التراثية واليدوية، ودي مخصصة للسيدات، وبنعلم السيدات والفتيات من خلالها حرفة الريزن، علشان احنا دايما بنحاول ان احنا نساعد المرأة ان يكون لها اذا كانت تقيم مشروعات او يكون لها مشروع خاص بها، او نساعدها ان هي تزود الدخل بتاعها. ثم بعد كده احنا معانا طبعا في تدريب الريزن 135 سيده وفتاه. مويده محمد علي، مدربه كنت في وحده السكان. دربت البنات على الريزن، ازاي يتعاملوا مع الريزن. عملنا الجوالب وعملنا مبيليات، وعرفتهم ازاي ايه النسب بتاعه الريزن. ماده كيماويه سائله اصلا ليها نسب معينه، بنختلطها مع بعضيها بنسب معينه، بتطلع ميداليات، صواني خطوبه، شيلات، ميداليات، بتبقى كلها الواحد بيهادي بيها. يعني مثلا او كعروسه مثلا في البيت بتعمل مثلا بتجهزها الخطوبه، مثلا بتبتدي تحط فيها صينيه الخطوبه وتحط الشبكه والكلام ده. انا النهارده حضرت معاهم، مش اول مره احضر مع وحده السكان تدريب، دايما بحضر معاهم تدريبات بصراحه وبستفاد منها كتير. انا ما كنتش اعرف يعني ايه ريزن في الاول، فالنهارده بصراحه عرفت يعني ايه ريزن، وعرفت المنتج ده كنت دايما اشوفه ما اعرفش يعني الماده بتاعته بتتعمل منين. كان دايما عندي فضول بسال الماده بتاعته بتتعمل من ايه، بشوف منه ميداليات، بشوف منه شيالات، بشوف منه صواني تقديم، بشوف منه حاجات كتير. النهارده بصراحه يعني كان بالنسبه لي معرفه كبيره خالص بالريزن من خلال المدربه اللي كانت موجوده معانا النهارده وفريق وحده السكان المنظم جدا بصراحه. فالحمد لله انا استفدت الحمد لله يعني، وبإذن الله هطبقها حتى لو ما كانش من خلال مشروع، هيكون لنفسي إن شاء الله. وقيمت الدورة التدريبية لتعليم حرفة وفن الريزن بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر بهدف تعليم الفتيات الحرف اليدوية. من محافظة الأقصر إيمان حسن.